شعر نص شعري للكاتب الشاعر الشاعر ياسين الخرساني وعنوانه اليقين، وعزمت على تلاوتي ترتيبي تلاوتي قراءتي، فإذا بي أتذكر أن لأبيات قد كتبتها من قبل وأضفت عليها ما جاد الخاطر وها أنا ذا أتلوها الآن. مزاج يتألف شيوعا إلى الامتياز ميلا، فها مصلحة الخواص ميوعا على مهلا على حساب مصلحة بقية العالم عطلا، بشكل عام مصلحة بقية العالم عطلا. مزاج يتألف شيوعا إلى الامتياز ميلا، فها مصلحة الخواص ميوعا ألا مهلا على حساب مصلحة بقية العالم عطلا، بشكل عام من مصالح الآخرين لو سطر، يمكن أن يأخذ المصطلح لدنهم نقلا، يمكن أن يأخذ المصطلح لدنه نقلا معنى معينا في الفلسفة خالف عقلا، وفقا للمؤلفين غالبا ما ترتبط شكلا مذاهب ذات الصلة به، لوثت بستانا وحقلا بشكل ازدرائي، أم لا بما في ذلك لا وهلا، انغماس في ذات وعدمية زاد قوة وحولا، وتكون الأنانية عقيدة تفاقمت هولا، وتكون الأنانية أيضا عقيدة تفاقمت هولا، تعارض نزعة إنسانية فعلا خالف قولا، الأنانية يحاربها فلاسفة تنوير إنذلا، تعارض نزعة إنسانية فعلا خالف قولا، الأنانية يحاربها الفلاسفة
كيف. الآن آنية يحاربها فلاسفة تنوير إن أدلى. الآن آنية عيب يستحق اللوم وليست إثارة خاصة تحت تأثير أديان وتعددت أطوارا. الأنانية نقيض مثالية نسبة حثة انصهارا أفرز انتقاء مختلق امتداد أرق ليلا ونهارا. لا يوجد سوى أناني بخل رام انتصارا. تؤدي أنانية اللاواعية إلى النفاق إسرارا كاستياء عذبين عارضوا بزور أحرارا. كاستياء عذبين عارضوا بزور أحرارا. بشكل لغوي ميل لإعادة كل شيء ذات شعور بمركز عالم يطارد ذكورا أباتا. سبي نساء فتيات وصبية ها أقسم ثلاثة. فجز أعناق رجال شروا هناك بنات وإذ جعلهن أثاثا لم يثر ضجيجا بساتا. استماع على طول خط غيب كثراتا. عود إلى أصل حافل بالذكريات. فطوبى لجاعل منطق للأولويات. كينونة تسلقت حصير الحيويات. هل التي تشكل غلاف الأرضيات. النباتات والحيوانات والفطريات. فالعتائق والطلائعيات. فالعتائق والطلائعيات البديات. الحياة تسمى مجتمعة متعديات. حين سجن طاقة خضم خمريات.
استحالت عند اتحاد ذكي الآليات كوني النفحات شيطاني العاديات وهو والضد كمعنويات والماديات كروح سكن خراب كروح سكن خراب لحين البيات كنه لا يضرى متمنر عشو أبيات سائر أوقاتي سائر أوقات سابر عمق طبقات عاشق وجود هل معانق باقات معرفة سلاح مختصر طرقات حب ما زجه هاجس الخروقات شديد الطرقات عالي الدفقات ذات بينة بنية خلوية معقدة صفقات تتميز بمادة جينية سر خفقات محصورة ضمن نواتك كرقات تميزت بمادة جينية سر خفقات محصورة ضمن نواه كيرقات مخلفه بغشاء عصيان ومحاطه باغشيا تضم حقيقيات النوى النباتات العشبية والحيوانات كذا الفطريات هل أغلبية وهي بشكل عام متعددة الخلايا الأبية إضافة بعض أنواع مصنفة كالأولوية وهكذا العديد منها يكون وحيد الخلية توق لحياة أبدية مع مثيل ولا كل حياة أبدية مع مثيل ولا للمثلية